الله يعطيك العافية. طلاب تحليل وتصميم نظم معلومات محاسبية 2، بدي الآن بهذا الفيديو أقرأ لك سؤال 20-4، وإن شاء الله بالفيديو القادم راح نبلش بعملية الحل. The controller of Tim Travel، طبعا هسه راح أقرأ السؤال بالكامل وأترجمه لك. The controller of Tim Travel TT is deciding between upgrading the company's existing computer system or replacing it with a new one. يعني الكنترولر تبع شركة تي تي عم بحاول يقرر بين انه يعمل ابجريد للسيستم الموجود في الشركة، يعني يعمل له تطوير، او انه يروح يشتري سيستم ثاني جديد من مكان اخر. فالاوبشن الاول upgrading the 4 year old system راح يكلفني 97500 اذا بدي اعمل ابجريد، وراح يزيد من اليوزفول لايف تبعيته لسبع سنوات. البوك فاليو الحالي للسيستم هو 19500، بس اذا احنا حبينا نبيعه للسيستم بنقدر نبيعه لغاية $24,000. برضو upgrading السيستم تبعنا will eliminate one employee، راح يخلينا نستغني عن موظف، وهذا الموظف راتبه 19400. The new computer will eliminate two employees، بينما اذا اشترينا سيستم جديد مش عملنا ابجريد، يعني اذا جبنا سيستم جديد بنقدر نستغني عن موظفين اثنين. annual operating cost التكلفة التشغيلية are estimated على 15950 per year، يعني تقديرا 15950 كل سنة. upgrading اذا طورنا السيستم is expected to increase profit 3.5%، يعني راح تزداد ارباحي اذا انا عملت الابجريد للسيستم، راح تزداد الارباح تبعيتي بنسبة 3.5% عن السنة الماضية، اللي هي قديش كانت ارباح السنة الماضية؟ 553,000. بحكي لك the beta tech company has quoted a price of 224,800 for a new computer with a useful life of 7 years. بحكي لك انه احنا هاي اول حالة طبعا اللي هي هون، اللي هي عملية الابجريد، قلنا كلها معلومات تخص الابجريد اذا انا بدي اطور السيستم. انا اذا بدي اشتري، بحكي لك في عندي شركة اسمها بيتا تيك اعطتني سعر لنيو سيستم بقيمة 224,800، وراح يكون عمره بالافتراضي برضو 7 سنوات. التكلفة التشغيلية للسيستم هذا تقدر ب 14,260. The average processing speed of the new computer is 12% faster than that of other systems in its price range, which would increase TT profit by 4.5%. عم بحكي لك انه هذا السيستم الجديد هو اسرع ب 12% من اي سيستم اخر مقابله، ونتيجة تشغيله انا راح يزيد ارباحي بقيمة 4.5%. لاحظ انه احنا لما حكينا ابجريد قديش بتزيد؟ 3.5%. لما اعمل سيستم، لما اشتري السيستم الجديد 4.5%. تم اللي هي هاي الشركة اللي انا بدي اشوف لها الجدول الاقتصادية تبعيتها، present tax rate is 35%، اذا نسبة الضريبة 35%، وهي طبعا مهمة لحل السؤال زي ما شفنا بالسؤال الماضي. and the cost of financing is 11%، اذا تكلفة التمويل هي 11% اللي هي ال ROR، rate of return اذا ما بتعرف فيها. after 7 years بعد 7 سنوات السالفج فاليو حكينا اللي هي ايش؟ اللي هي القيمة بعد انتهاء العمر الافتراضي للآلة. نت تاكس صافي ضريبة راح تكون 12,000 للنيو كمبيوتر، للسيستم الجديد. سالفج فاليو اللي هي قيمة الخردة للسيستم راح تكون 12,000 للنيو سيستم، وللأبجريد سيستم راح تكون 7,500. For tax purposes, computer are depreciated over 5 full years. راح تكون عملية depreciation للأجهزة على 5 سنوات، اللي هي 6 calendar years and a half year in the first each. خلص بفرجيكم كيف. And the depreciation percentage are as follows. بحكي لك راح نعمل depreciation للأجهزة على 5 سنوات،
بس هاي الخمس سنوات اول اشي بتاخذ من السنه الاولى نصها ومن السنه الاخيره نصها، فبتكون على ست فترات، ولكن العمر كامل هو خمس سنوات، ولكنها مقسمه، هون نص سنه وهون نص سنه وهون سنه لكل وحده، فعشان هيك تطلع عندك لست فترات او على ست سنوات بده يكون. فبحكي لك السنه الاولى الاسيتس بنعمله ديبريشيشن على 20%، السنة الثانية 32%، 19.2%، 11.52%، و11.52%، وآخر سنة 5.76%. طبعا هو طالب مني انه احسب لك البي باك بيريود، النت بريزنت فاليو، وحكينا الانترنال ريت اوف ريتيرن، هاي بدنا يعني رح نعفيكم منها لانه هي بتنحسب آليا، ورح افرجيكم بعدين كيف بتنحسب. الى هون انا بدي اياك تقرا السؤال منيح وتركز فيه. رح نبدا الحل بانه اول اشي ناخذ الابجريد لحال ونطلع النت بريزنت فاليو تبعه ونطلع البي باك بيريود تبعه، بعدين بناخذ ال purchasing او purchasing the new system، وبدنا نطلع النت بريزنت فاليو والبي باك بيريود ونقارن بين الابجريد والبيرتشيز ونشوف مين افضل الي اختار، وهيك بنكون ان شاء الله عملنا دراسه الجدوى الاقتصاديه. الفيديو الجاي منبلش عملية الحل. الله يعطيكم العافية.